العملية تمت بناء على مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين باعتباره جار ضحية، مفادها التبليغ عن انبعاث رائحة كريهة من أحد الشقق بعمارات حي 600 مسكن بقرية فرضوة بلدية سيد مروان دائر سيد مروان ولاية ميلا. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين مكان مرفوقين بأفراد خلية الشرطة التقنية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلا، أين تم العثور على جثة الضحية بدرجة متقدمة من التعفن. مواصلة للتحقيق تم التعرف على هوية المشتبه فيه، وذلك باستغلال الوسائل التقنية والعلمية، وبواسطة إذن بالتفتيش الصادر عن النيابة تمت مداهمة منزله من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيد مروان مدعمين بأفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بميلا، أين تم العثور بعد عملية التفتيش بغرفة نوم المشتبه فيه على سروال رياضي أسود اللون به بقع كثيرة من الدم. مباشرة تم اقتياده إلى مقر فرقة لمواصلة التحقيق. بعد التحقيق مع المشتبه فيه اعترف بالجرم المنسوب إليه والمتمثل في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية محكمة ميلا ليتم إيداع بمؤسسة الوقاية بميلا.